لمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من لندن جيمس بور العضو المنتدب في بورز جروب، ومن كاليفورنيا أرحب بدكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في سان خوسي ستيت يونيفرسيتي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك جيمس، كيف ترى اليوم، هل تغيرت الأمور بالنسبة لي، يعني حينما نتحدث عن أكبر عطل فني تاريخيا، هل تتغير الأمور بالنسبة للشركات والحكومات في الخطوات التي ستتخذ لاحقا للحد من إمكانية تكرار هذا الموقف؟ حتى الآن لم تفعل الحكومات والشركات هذا الأمر، وفي الواقع صحيح أن هذا العطل كبير جدا وهو الأكبر، ولكن هذه الأعطال تحصل منذ سنوات وهي تزداد سوءا في الواقع مع مرور الزمن. هي لم تفعل شيء هذه الشركات والحكومات، ولكن أعتقد أنه عليها أن تفعل شيئا، إلا أن الأمر ليس سهلا. هناك الكثير من المقاومة للتغيير في هذا المجال، وهم فقط ينتظرون ربما حتى تصبح الأمور أسوأ وأسوأ بعد، حتى لا يكون لديها خيار إلا التصرف، وحيث على الشركات أن تتحمل المسؤولية. نعم. طيب سيد أحمد، ما حدث يعني أثار الكثير من المخاوف. أولا، يعني لو كنا نتحدث اليوم عن هجوم سيبراني شامل بهذا الحجم، يعني كان سنتحدث عن كارثة أكبر حجما بالتأكيد، وكانت يعني ربما لتستمر لفترة أطول. هل اليوم تعتقد أنه الوعي بأهمية الأمن السيبراني بالنسبة للحكومات وبالنسبة للشركات، هل ستتغير الأمور من هنا، وكيف ستتجه في رأيك؟ التأثير هو تأثير كبير مثل ما تفضلت في التقرير. أنت تتكلم مش بس على جهة واحدة في الاقتصاد، احنا نتكلم على الطيران، نتكلم على المواصلات، نتكلم على المستشفيات وعلى عمليات أجلت، وعلى حتى على خطوط الاتصال للطوارئ اللي هي 911 عندنا هنا في أمريكا، في ولاية من الولايات تأثرت فيه. اللي حصل الآن أنه كثير من الشركات حتنظر للموضوع هذا على أنه نوع من التنبيه، نوع من يعني نظرة إلى أنه لازم يكون عندنا احنا خطة، يعني خطة باء مثلا أو بلان بي على كلامهم، على أساس أنه لو حصل شيء زي كذا إيش يكون التصرف في الموضوع هذا. وهذا هو واضح جدا يعني من نظرة الناس، أنه أنت تشوف خطوط الطيران يعني وتشوف الناس اللي واقفين في المطارات، هذا شيء غير مقبول إطلاقا. واللي تسبب في الشيء هذا شركة مش شركة كبيرة، يعني أنا على حسب ما أعرف أنه كراود سترايك مش شركة كبيرة، شركة متوسطة يعني حوالي 6,000-7,000 موظف فيها، فتأثيرها ضخم جدا على العالم أنها تسبب في هذا الضرر. نقطة أخيرة أخي الكريم محمد، أنه في قبل حوالي يمكن حوالي 7 سنوات كان مشكلة حصلت، فيروس أو هجوم اسمه واناكراي، 126 بلد تأثرت فيه من ضمنها بريطانيا من وزارة الصحة، وكان لابد أنهم يدفعوا الفدية حتى يستلموا يعني يستلموا الأجهزة تبعتهم مرة أخرى. صحيح. فهذه الآن زي الدورة عليهم، يعني يدونهم إنذار فيها. طيب أعود إليك جيمس، أنه ما الذي ينبغي فعله؟ يعني نعم هي شركة صغيرة كما تفضل سيد أحمد، لكنها تسيطر تقريبا على 17 أو 18% كحصة سوقية، مايكروسوفت 17% كحصة سوقية أو يعني تقريبا، فنحن نتحدث عن عدد معين أو عدد صغير من الشركات لديها حصة سوقية كبيرة لأجهزة الأمن. تعرض شركة واحدة إلى مشكلة تقنية يعرض عدد كبير من المؤسسات وعدد كبير من الشركات في العالم إلى عطل مفاجئ، يعني في هذه الحالة كيف يكون التصرف؟ طيب جيمس انقطع الاتصال، فأتوجه إليك بنفس السؤال دكتور أحمد، يعني ما الذي ينبغي فعله في هذه الحالة؟ عدة مراحل. أولا من ناحية كراود سترايك نفسها، إنه ملف اللي هو الملف اللي تسبب في المشاكل هذه وكان له علاقة بالويندوز هذه، عادة أنت لما تعمل عملية تحميل لأي تحديث يكون في مراحل فيه، ما ينشر بالطريقة هذه بالسرعة هذه بالحجم هذا بالمدى البعيد هذا، عادة يكون عملية مرحلية حتى تشوف أنت إذا في أي مشكلة تعمل عملية استرداد، انه يحصل عمليه استرداد اذا في مشكله بدل ما تنتشر لجميع انحاء العالم. اللي حصل فيها انه الجماعه الظاهر انهم كانوا واثقين من انفسهم، واثقين من التحديث هذا، ونشروه يوم الجمعه اللي هو اخر يوم في الاسبوع على اساس انه يغطي يعني كل الشركات. هذه واحده. النقطه الثانيه،
اللي أعتقده أنه شركة مايكروسوفت حتنظر بشكل جدي إلى علاقتها مع كراود سترايك على أساس الأزمة اللي حصلت الآن. ما سمعت عن الشيء هذا حصل مع AWS واللي هو تبع أمازون أو جوجل كلاود أو الشركات الثانية، فهذا حيأثر عليهم، حينظروا إيش الحل اللي يقدموه للزبائن، لأنه برضو في النهاية هم بيستخدموا مايكروسوفت أزور اللي هو الخدمات السحابية تبعت مايكروسوفت، يعني من باب الامتداد بالمشكلة إنه لهم علاقة بالشيء هذا رغم إنهم مش مسؤولين عن اللي حصل. يعني هو يمكن أن تستغني مايكروسوفت عنهم، هم مايكروسوفت في حقيقة الأمر لديها يعني الأدوات الأمن السيبراني الخاصة بها وهي الثانية من حيث القيمة السوقية هنا، لكن المشكلة في أنه عدد العملاء الذين يتعاملون مع كراود سترايك، يعني مايكروسوفت لا تستطيع ألا تسمح مثلا لأجهزة ويندوز بتطبيق الحماية من خلال كراود سترايك. يعني في نهاية المطاف هم يقدمون أيضا خدمة أكثر تطورا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وواضح أنه هناك فارق بينهم وبين المنافسين حتى من أداء السهم المرحلة الماضية، هذا واضح دكتور. صحيح، يعني ثانيا أنه كثير من الشركات بتكون مترددة أنه يكون عندها نوع من الحماية السبرانية باستخدام منتج من مايكروسوفت لأنهم المنافسين لهم، يعني برضو حكاية الخصوصية والاطلاع على البيانات والمعلومات تظل يعني شاغل لكثير من الشركات. لما تكون شركة ثالثة اللي هي الطرف الثالث اللي هو الثيرد بارتي بيسموها، هذه بيكون فيها نوع من الاستقلالية أنه إحنا بنستخدمها وعندها تاريخ. كراود سترايك مش شركة بسيطة من ناحية تاريخها مع الحكومات أو مع الشركات. المشكلة فيها الآن أنه غلطة زي هذه بتبين لنا على أنه استخدام الخدمات السحابية واعتمادنا على الأونلاين ممكن يعني يسقط في أي لحظة بسبب حاجة يسمونها في الذكاء في الأمن السبراني single point of failure اللي هو النقطة واحدة، هذه ممكن تأثر على ملايين من النقاط الأخرى لو حصل خطأ فيها. فهذه هي المشكلة اللي هم واقعين فيها. نعم، أنا أشكرك على التوضيح وعلى هذه المشاركة دكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في سان خوسيه ستيت يونيفرسيتي، شكرا جزيلا لك.